رئيس الحكومة يشرف على مجلس الوزراء لتدارس الوضع العام في البلاد. تشيع جثمان الفنان الكوميدي المرحوم نصر الدين بن مختار. وفي أخبارنا العالمية، طائرتان روسيتان تنقلان مساعدات لسوريا. نشرة الأخبار من قناة حنبع. مساء الخير. نبدأ أعزائي المشاهدين بآخر المستجدات، مستجدات الشأن الوطني. ألقى السيد حماد يجبالي منذ قليل كلمة أعلن فيها تقديمه الاستقالة للرئيس محمد المصف المرزوقي. ولمزيد التفاصيل معنا عبر الهاتف الزميلة أنيسة الحجري من قصر قرطاج. مساء الخير أنيسة. مرحبا بكم. شكرا أنيسة. محتوى الكلمة التي ألقاها السيد حماد يجبالي عدا الاستقالة، يعني ما حف حول هذه الكلمة؟ نعم، أعلن منذ قليل رئيس الحكومة السيد حماد يجبالي عن استقالته بعد فشل المبادرة بتكوين حكومة تكنوقراط. نعم. كما أكد أن هذه الاستقالة تأتي وفاء بالعهد إلى الشعب التونسي الذي وعده بالاستقالة في صورة الفشل. وأكد أن هذه الاستقالة لا تعني بالاستقالة الفورية من العمل والواجب الوطني، ولن يكون هناك أي فراغ سياسي أو أي فراغ في المؤسسات الدولة. كما أكد أنه لن ينخرط في تجربة سياسية أخرى لا يكون فيها تحديد موعد الانتخابات ولا تلبي مصالح المواطنين وحاجيات الشعب المتمثلة أساسا في التشغيل والأمن وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. أنيسة، هل من ردود فعل مباشرة ما دمت هناك تنقلين لنا ما يحصل مباشرة؟ هل هناك ردود فعل؟ يعني لأنه البعض كان ينتظر ربما هذه الاستقالة، كيف يمكن أن كيف تفاعل البعض من وجد معك بهذا الخطاب؟ نعم، تفاجأ كبير كان موجود في القصر. جميع العناصر التي كانت موجودة تفاجأوا من هذا الخبر الذي كان غير منتظر، خاصة بعض الأحزاب التي كانت موجودة. وهذه المفاجأة أو هذا الحدث كان غير منتظر، خاصة بعد لقاءات مطولة التي كانت مع الأحزاب. فالاستقالة كان عنصر مفاجئ وكبير في كان واضح خاصة في وجوه الحاضرين هناك. نعم، شكرا لك الزميلة أنيسة الحجري، كنت مباشرة من قصر قرطاج، شكرا جزيلا. التقى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي عشية اليوم بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، تناولوا خلالها كيفية الخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد والسبل المقترحة لتخطي هذه المرحلة. أنيسة الحجري، شمس الدين قرب. التقى رئيس الجمهورية المؤقت مساء اليوم عددا من رؤساء الأحزاب السياسية، حيث أكد عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قائمة على برنامج سياسي مشترك يسعى أساسا للكشف عن أرشيف النظام السابق. أنا عبرت له على أن وجهة نظرنا في حركة وفاء، لابد الحكومة هذه تكون قائمة على أساس برنامج سياسي مشترك قوامه المحاسبة والإصلاح. إذا كان هذا هو بديل على المحاسسة الحزبية، نحن نريد برنامج سياسي إجرائي عملي ويبدأ بداية بالكشف على أرشيف النظام السابق كاملا لهذا الشعب، لأن الشعب هذا له الحق أن يعرف ما حصل في يعني النظام الذي وقع إسقاطه. من جهته أشار أحمد نجيب الشابي أنه أصبح اليوم من الواجب الوصول إلى حل سياسي مع إمكانية تعديل المشروع والحفاظ على جزء كبير من الوزراء. صارت لقاءات مع سيد الوزير الأول وتوصلت نهار الجمعة والبارح نهار الاثنين إلى توافقات كبيرة، على أساس أنه إذا كان حكومة تكنوقراط 100% مش ممكن اليوم لأنها ملقاتش وفاق، فما إمكانية تعديل المشروع بالحفاظ على جزء كبير من الوزراء الفنيين، يعني الكفاءات الوطنية غير المتحزبة، وكذلك وقع الاتفاق على تحييد وزارات السيادة الثلاث اللي هي الداخلية والعدل
والدفاع بالطبع اللي هي منذ الآن بأيدي مستقلة، وحتى يطمئن التونسي إلى هذه المؤسسات الحيوية في الدولة، يطمئن على أمنه وعلى حريته، وتطمئن البلاد على المسار الانتقالي. وهل الحكومة هذه باش يكون فيها حضور سياسي متوازن، وزراء سياسيين ربما ما يكونش عندهم حق الترشح للانتخابات القادمة، هذه نقطة مازالت في النقاش، ولكن ها الوزراء هذوما باش يهتموا بالشأن الحكومي وما يكونش عندهم الحق في الدعاية الحزبية. هذا تقريب القواسم اللي وقع الاتفاق عليها تقريبا يوم الاثنين، واللي على أساسها إن شاء الله السيد حمادي جبالي سيستمر في المشاورات لتشكيل حكومة في الساعات القليلة القادمة على هذه الأسس. من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة حمادي جبالي لدى إشرافه صباح اليوم على مجلس وزاري خصص لتدارس الوضع العام في البلاد، شدد على ضرورة المحافظة على السير الطبيعي لجميع مؤسسات الدولة مع الحرص على التفاعل الإيجابي والمرن تجاه كافة حاجيات المواطنين. عبد المجيد الغندور وإبراهيم الجوادي. تولى رئيس الحكومة حمادي جبالي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس للوزراء تدارس من خلاله الوضع العام في البلاد في الظرف الراهن والفترة المقبلة، مستعرضا حاصل النتائج التي تمخضت عن المشاورات والاتصالات الجارية مؤخرا مع كافة ممثلي الأحزاب الوطنية في إطار المبادرة الخاصة بتشكيل حكومة كفاءة وطنية. وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة أنه سيلتقي عشية اليوم بقصر الرئاسة بقرطاج رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي للنظر في طبيعة الخطوات المستقبلية حيال هذا الأمر. وبالتوازي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة المحافظة على السير الطبيعي لجميع مؤسسات الدولة من خلال الحفاظ على نسق إزداء الخدمات والعمل على الرفع من نسق مردوديتها مع الحرص على التفاعل الإيجابي والمرن تجاه كافة حاجيات المواطنين. شيع عصر اليوم آلاف المعجبين والأصدقاء من الساحة الفنية والثقافية الفنان الكوميدي نصر الدين بن مختار إلى مثواه الأخير بمقبرة بن يدر ببن عروس. نصر الدين بن مختار وفاته المنية أمس عن عمر يناهز 54 سنة إثر إصابته بجلطة دماغية. محمد علي العياري. شيع اليوم جثمان المرحوم الممثل الكوميدي نصر الدين بن مختار بمقبرة بن يدر بولاية بن عروس، وسط حضور عدد غفير من الفنانين والممثلين والمواطنين الذين ترحموا على روح الفقيد قبل تشييعه إلى مثواه الأخير. يذكر أن المرحوم نصر الدين بن مختار توفي عن سن تناهز 54 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. أكد نواب المجلس الوطني التأسيسي أهمية تكريس الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس المحلية للتمكن من الاستجابة إلى متطلبات الجهات والقطع مع سياسة البيروقراطية المتفشية في النظام السابق. محمد علي العياري. واصل نواب المجلس التأسيسي اليوم النقاش العام حول باب السلطة المحلية في مسودة الدستور، حيث أكد النواب على أهمية تكريس الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس المحلية. لأنه جاء في الفصل 132 تتجسد المركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم. نعرفش يوقع السهو على المجالس القروية أم كان مقصود أنه ما تكونش موجودة معناتها المجالس القروية، لأنه أعتقد أنه الديمقراطية التشاركية ما عندهاش حدود معينة. طبعا فما مجالس قروية من الأول، وبعد جي مجالس محلية، وبعد جي مجالس جهوية. هذه كيفاش نجم تكون معناتها الديمقراطية التشاركية؟ رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية له حق حضور مداولات مجلس الشعب ومخاطبته، وهذا فعلا يمثل قرارا ثوريا وإضافيا، حيث أنه الجميع له الحق في أن يتدخل في شأنه العام، والشأن العام يخص الجميع، ويمكن لنا كلنا أن نفكر من أجل بناء الأفضل لمصلحتنا ولبلادنا. الولوج إلى المعلومة وضمان الحق في المساءلة، وكذلك لابد أن لا ينسى مساهمته في تعبئة موارد الجماعات المحلية، وذلك بدوره في الجباية.
أقترح تخطيطا استراتيجيا ترابيا مثلا للتغلب على الصعاب في وجه آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية التي لن تتم معالجتها إلا في إطار مجالات جهوية أو محلية منظمة ومسيرة بشكل عقلاني. باب السلطة المحلية حظي نوعا ما بتوافق داخل المجلس التأسيسي الذين أجمعوا على أهمية تكريس مبدأ الاستقلالية ومحاربة البيروقراطية المتفشية. تعرض مقام سيدي بركات الواقع بجهة سراورتان من معتمدية الدهماني بولاية الكاف إلى اعتداء من قبل مجهولين تسللوا إلى داخل المقام وقاموا بالاعتداء على الضريح في ساعة متأخرة من ليلة البارحة. باسم السندي علي مالك. قامت مجموعة مجهولة ليلة البارحة باقتحام مقام الولي الصالح سيدي بركات الكائن بمنطقة سراورتان من معتمدية الدهمني، حيث عبثت هذه المجموعة بمختلف مكونات المقام قبل أن تعمد إلى تهشيم التابوت ثم نبش ضريح الولي الصالح وإخراج جزء من رفته. أهالي الجهة استنكروا هذا الاعتداء على مقام الولي الصالح سيدي بركات وطلبوا بتوفير الحراسة لهذا المقام ولغيره من المقامات التي أصبحت عرضة لمثل هذه التجاوزات. هذا يوليه سيدي مبارك باسم ود سيدي مبركات شو حافروا علمنا الامن شو الحرس بارك الله فيها مخر وقت ما فيه وجاي فسرة قالوا حافروا طلعوا عظام ورجعناها دميها بالفراغ وخلينا. التاسع عشر من فيفري 2011 هو تاريخ إعلان مرسوم العفو العام، وبعد مرور سنتين عن هذا الإعلان طلب اليوم معتصمو الصمود بالقصبة خلال ندوة صحفية نظموها بالتسريع في تفعيل هذا المرسوم، مؤكدين على شرعية مطلبهم في رد الاعتبار وجبر الضرر. شيراز النيلي، ملك بن عبيد. بعد مضي سنتين من إعلان مرسوم العفو العام 19 من فيفري 2011 لم يبرح مطلب المساجين السياسيين وضحايا الاستبداد مكانه، حيث ظلت صيحاتهم حبيسة التجاذبات السياسية ولم تشهد مطالبهم تفعيلا يرتقي إلى مستوى تطلعاتهم. سجين سياسي سابق عديت 14 سنة في عهد بن علي، 7 أشهر في عهد بورقيبة، كان الاعتصام هذايا للفت النظر سوى الحكومة ولا حتى شريحة واسعة من الشعب التونسي أن المناضل السياسي التونسي لحد الآن لم يرد له الاعتبار ولم يكرم بالشكل المرضي، لأنه هذه الناس المناضلين السياسيين في عهد بن علي خاصة على أجسادهم صنعت الثورة. إن اعتصام الصمود بالقصبة أو كما يطلقون عليه أيضا اعتصام الكراكة بيت واحد قد زاد عن الشهر، وما زال معتصموه مصرين على التسريع في تفعيل مرسوم العفو العام، مؤكدين مرة أخرى على شرعية مطالبهم الحقوقية. سبق وحكمت ب 52 سنة، قضيت 17 سنة سجون بن علي. احنا عندنا مرسوم اسمه مرسوم العفو العام اللي احنا أساسا نحب أول طلب بالنسبة لنا احنا لرئاسة الحكومة وسبق وأنا قعدنا معهم وتوجهنا لهم به هو اعتذار الدولة ثم رد اعتبار للمناضلين باعتبارهم قيمة اعتبارية في هذا الوطن ثم جبر الضرر. هناك من سوقوا يعني هذا المرسوم على أساس أن الناس هذوما مناضلين وباش يفرغوا خزينة الدولة، هذا كلام مردود على أصحابه، ولكن الناس هذوما لا يبيعوا النضال بتاعهم بكيلو نضال ولا غيره، ولكن هذا حق مكتسب وهو أول حق فرضته الثورة لأنه أول مرسوم إلا أنه أصبح متأخر عن كثير من المراسيم. حق رد الاعتبار لضحايا الاستبداد حق تكفله الشرعية الوطنية والمواثيق الدولية التي تنص على حق جبر الضرر، وعليه فإن التعامل مع هذا الملف كملف حقوقي بامتياز أصبح أمر ملح لا فقط من قبل الحكومة بل كذلك من قبل المنظمات الدولية. من جهة أخرى أفاد مستشار وزير العدل محمد العسكري بأنه سيتم استرجاع ما قيمته 42 مليون دينار من الأموال التونسية المهربة إلى لبنان في موفى فيفري الجاري. إقبال جلاسي، أمين بن يونس. كشف محمد العسكري مستشار وزير العدل أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استرجاع حوالي 42 مليون دينار من الأموال التونسية المهربة إلى لبنان. القضايا كلها وصلت للمراحل المتقدمة في جميع الدول اللي وقع فيها العثور وكشف أموال متأتية من الفساد، سواء وقع تحويلها إلى عقارات أو منقولات أو بقيت معناها في شكل أموال مودعة في حسابات بنكية.
أهم حاجة هي كونها الأموال هذه كلها مجمدة، سواء كانت منقولات أو عقارات أو أموال مودعة في الحسابات البنكية أو سندات وأسهم في الشركات مجمدة، لكن مسألة وقت. ولكن إن شاء الله من هنا الموفى فيفري تبدأ الأموال هذه في الرجوع إلى تونس إن شاء الله، سواء كان في شكل أموال أو منقولات. بالنسبة للعقارات عندنا مقترحات للدول المطلوب منها التنفيذ كونه بشيقة بيعها وتأمين الأموال متاحة إلى حين استيفاء إجراءات استرجاع. ويأتي هذا على هامش اليوم الإعلامي المفتوح الذي نظمته وزارة العدل صباح اليوم بالقطب القضائي بالعاصمة بهدف الاطلاع على القطب ومدى تقدم نسق أشغاله. هذا القطب هو جزء لا يتجزأ من المحكمة الابتدائية بتونس، كان في إطار الفصل 48 مجلة الإجراءات الجزائية تم بموجب قرار تسمية بعض قضاة التحقيق للنظر في قضايا معينة. النص يقول وهي القضايا المعينة المقصودة هي الجرائم المالية المعقدة، جرائم الفساد المالي والإداري اللي تتطلب أبحاث واستقراءات وتقنيات بحث وتحليل مالي معمقة. القطب ينظر في حوالي 800 قضية، أهم القضايا هي جرائم غسل الأموال المرتبطة بأفراد النظام السابق. أول قضية اليوم تعهد بها القطب وهي موجودة هي 19 جان في 2011 تتعلق بزين العابدين بن علي والعائلة المتعول كل، يعني حوالي 80 متهم معها في القضية هذوم. القضايا بدون شك هي أنه إذا كان نحكيه على استرجاع أموال ونحكيه على معناها استرجاع الأموال المنهوبة فإنه المنطلق هو هل القطب القضائي. قام أعوان مديرية إنتاج ونقل الكهرباء بجندوبة بإضراب لمدة يوم واحد تعبيرا منهم عن رفضهم لعدم سد الشغورات وتعويض المتقاعدين. رشيد القروي وجد السلطاني. دخل أعوان مديرية إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية بجندوبة في إضراب بيوم تعبيرا على استيائهم ورفضهم لعدم إدراج أعوان جدد في خطة شاغرة، إضافة إلى عدم الاستجابة والموافقة على الصيغة الجديدة لتقسيم إدارات نقل الكهرباء، مؤكدين أنهم مستعدون للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها. دخلنا اليوم في إضراب بعد ما استوفينا معناها حق النقاش والتداول في الجلسة الصلوحية مع الإدارة العامة التي أثبتت من خلال منظرها وأنها ما حبش تمشي في نية التصالح وذلك من أجل مطالب ثابتة. وتتمثل مطالبهم في سد الشغورات وتعويض المتقاعدين وكذلك الأعوان الذين تمت نقلتهم، إضافة إلى توفير التجهيزات والمعدات وإدراج إدارة جهوية لنقل الكهرباء بإحدى جهات الشمال الغربي. في قانون الشغل يقول اللي كونه كل إنسان يشغل خطة يزم يتمتع بالامتيازات متاحة وبلتار 6 أشهر ولا عام يلزمه ياخذ التيتر متاحة، إلا أنه وقع دي بروبوزيسيون اقتراحات تغيير الخطة هذه أخذت الناس كل حدودها من جندوبة وقع أسناد لها بوست واحد يتيم خطة واحدة يتيمة وهذا الإقصاء متواصل ومتواصل. نعود إلى معتمدية الدهماني وتحديدا إلى سراورتان حيث طالب الأهالي هناك بالإسراع في إنجاز منجم الفوسفات المبرمج بالجهة نظرا لما سيوفره من مواطن شغل قادرة على امتصاص نسب البطالة المتزايدة. باسم السندي، علي مالك. يعيش أهالي منطقة سراورتان من معتمدية الدهماني ظروفا معيشية صعبة نتيجة انعدام المرافق الحياتية الأساسية بالجهة، تحتوي حسب آخر الدراسات الفنية على أحد أكبر مناجم الفوسفات في العالم من حيث حجم المدخرات والمقدرة بحوالي 5 مليار طن. ورغم هذه الإمكانيات الطبيعية الهائلة فإن المنطقة تعيش منذ الثورة وبعدها تهميشا ونسيانا، وهو ما أجبر عددا هاما من أهاليها على النزوح إلى المدن المجاورة. دار اليوم عنا في بلادنا فوسفات الحديد وخيرات السبع عنا عليهم ضيعينها، الشعب قاعد يسياسي وقاعد ينزح يوميا ليل ونهار ينزح، بلدان المدن كل معبي بصراورتين ناس حتى كل من البلاد هذه والخير قاعد موجود ولا اليوم قاعدة تنزح العبيد، زاد النزوح في الثورة أكثر. الوالي اعتبر أن سبب التأخر في إنجاز هذا المشروع الضخم يعود إلى كلفته الباهظة، علاوة على ما يتطلبه من توفر بنية تحتية متطورة وكميات هائلة من المياه لتزويد محطات غسيل الفوسفات. اتخذنا منها الإجراء بالانطلاق في الأشغال
بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية تم تشكيل لجنة في هذا الغرض، حيث معناها تم ربما حل الاتفاق بشأن المياه، الاتفاق بشأن ربما معناها الميناء اللي باش يتم منه معناها التصدير بمشكلة السكة الحديدية. نمر إلى الأخبار العالمية الآن، حيث أقلعت طائرتان روسيتان من موسكو باتجاه اللاذقية في سوريا، وعلى متنهما 46 طنا من المساعدات الإنسانية، كما أن الطائرتين ستجليان أي مواطن روسي يرغب في مغادرة سوريا. مزيدا من التفاصيل حول هذا الخبر وغيره من الأخبار العالمية تجدونها في هذا التقرير الذي أعدته ريم زغدود بعبيدي. أقلعت طائرتان روسيتان تحملان مساعدات إنسانية صباح اليوم باتجاه اللاذقية شمالي غرب سوريا، على أن تقوم بإجلاء مواطنين روسيين يرغبون في مغادرة هذا البلد. ميدانيا ارتفعت إلى 130 شخصا حصيلة القتلى الذين قضوا أمس في مناطق مختلفة من سوريا، وتركزت أغلب الاشتباكات بمدينة حلب التي شهدت سقوط العشرات من المدنيين إثر استهداف إحدى المناطق السكنية بقصف صاروخي، فيما تواصلت المعارك التي يشنها مسلح المعارضة من أجل السيطرة على مطارات المدينة. أفادت مصادر في هيئة الدفاع المدني اليمنية بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث سقوط طائرة مقاتلة فوق منطقة سكنية في العاصمة صنعاء، وقالت إن الحادث وقع بالقرب من ساحة التغيير في العاصمة والتي كانت مركزا لحركة الاحتجاجات ضد النظام السابق. نفذت القوات الباكستانية عملية أدت إلى مقتل 4 أشخاص يشتبه بأنهم شاركوا في أعمال العنف الطائفية التي شهدتها البلاد، واعتقلت 7 آخرين أحدهم يعتقد أنه مدبر الهجوم الذي أدى إلى مقتل 89 شيعيا في نهاية الأسبوع الماضي. تأتي هذه العملية قبل ساعات فقط من وصول وفد من وزراء الحكومة الفيدرالية في إسلام أباد إلى كويتا للتفاوض مع مسؤولين شيعة في المكان حول إنهاء الاعتصام. بهذه الأخبار العالمية تكون نشرتنا لهذا اليوم قد انتهت. أذكركم بالعناوين: رئيس الحكومة يشرف على مجلس الوزراء لتدارس الوضع العام في البلاد، تشيع جثمان الفنان الكوميدي نصر الدين بن مختار إلى مثواه الأخير. عالميا طائرتان روسيتان تنقلان مساعدات لسوريا. نهاية النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير.